السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهديكم هذه القصيدة، أهديها إلى كل عشاق الكرة الحديدية وخاصة جمعية التواصل للكرة الحديدية بإقليم تبريز. قصيدة مرفوقة بالفن المحلي الفولكلور الشعبي برئاسة السيد أحمد السامي. نقول في هذه القصيدة المتواضعة: فرح اليوم ببطالين السعد والتواصل برجالها ترحب بكم في عز دوري الملعب تجدد وذا النادي محبوب واليوم تقدم المساحة بالتشجير زيد معها الورد ومحلات الفضاء الكل مقوم يفرح اللاعب يجيه معمد ومن كل مدون بالكرة يهتم دوري وطني زيد معاه السد يستقبل ويكرم واللعب منظم ألف مرحبا نزيد نأكد من جميع الجهات لازم نذكرهم رئيس العصبة لازم ليها الرد وشرفنا بالحضور هذا لينا دعم من الرباط القنيطرة جا نادي الوفد هذا الشرف لنادي الموسم فاس مع صفر وواليهم واحد وبحب الملوك تشهر وتقدم وجدة مع بركان الناظور مع مد العروي مع سلوان ذو ولاد العم كرسيف مع تازة ونسون هو الحد ومحلى جبالها بالمتنام وهذا مليل بالخير مزود وغير جلس وارتاح الأكل منظم تهلا مع ميسور كل واحد أبطال التحرير أنا نعرفهم أرض السياح عالية فيها نرقد الهواء والأمان معهم ننساجم العسل والعشوب بهم تتسقد وهذه تفوغال يا من لا تفهم يكون التواصل ترحب وتأكد وفي ذا الدوري إن شاء الله تتقدم واسمحوا لي إلى نسيت مانيش محمد وابو عارفة وحفير قسمتهم برقم من شرفنا وحضرك به المجد بجميع العصاب أنا يا نهتم العمالة والمجلس طبعوا ذا المشهد وسيدي الحسن والجهة ليكم تحتارم نشكر كل من ساهم ومد حضور الجمهور للعبة السقم نشكر كل من ساهم ومد حضور الجمهور للعبة السقم تشهر الغفران النادي أكدوا حفل الإفطار عندها مرسم مداح مع الشعر الهدية تتمد للناس العجازة عليهم تتقسم من أجل التواصل اليوم نجاهدوا ألف مرحبا بكم نختم من أجل التواصل اليوم جاهد ألف مرحبا بها نختم هذا طلب نقوله ونعاود ومن هو مسؤول بعينه يرحم واجب فضاء بابه ينسد يتكون شباب معنا يتعلم دوري التواصل هو العاهد والرسالة فيتكم بها نختم وفارح اليوم ببطل السعد والتواصل برجالها ترحب بكم في عز المدون اللعب تجدد وإذا النادي محبوب واليوم تقدم نهديكم مع هذه اللقطات الفنية المحلية من طرف جمعية الآفاق للفنون الشعبية بإقليم تبريز.